تدخل بينك وبين مثل ما بين هي علاقة حميمية مع اللغة، مثل علاقة أي شخص بشخص آخر إن كانت العلاقة حميمية. فإذا كانت العلاقة هذه تدخل لها وسائط كثيرة، أما لتسدها لتسد يعني تقلل من العلاقة الحميمية أو لتفسدها تفسدها تشوهها، وبطبيعة الحال هذه ظاهرة كونية، يعني مش حنا العرب بس أنه ماتت لغتنا أو تراجعت لغتنا، ثم لغات كبرى في العالم وأنجزت أشياء كثيرة ولكن ماتت أو تراجعت. دكتور شو الحل؟ كيف نوجد يعني الآلية لتطوير اللغة؟ شوف الحل ما يستطيعش يعمله لا فرد لا روائي كبير ولا شاعر كبير، ولكن الحل منذ نصف قرن على الأقل والعرب يعيدون نفس الحكاية. لابد من قرار، أولا لابد من وعي بالمسألة اللغوية. نعم. أنه لازم يكون الوعي وعي سياسي بالدرجة الأولى. نرجع للسياسي. لا لازم لا لأنه القرار في هذا الأمر سياسي، يلزم يكون هناك وعي سياسي بأن ثم مسألة لم تحل، وهذه المسألة هي مسألة لغة، وأن اللغة هي الحامل الأساسي لكل الاتصالات وكل العلاقات بين البشر. والعرب إن لم يحلوا هذا واتخذوا الحل السهل أن والله دخل الفرنسية دخل الإنجليزية دخل بكرة ممكن الصينية اليابانية دخل، لأنه عمل سهل ولأنه يمشي مع مقتضيات أخرى أو متطلبات أخرى، بطبيعة الحال شيء طبيعي أن هذه اللغة ستبقى مثل ما قالت عفاف ستبقى في جيوب، ثم جيوب مقاومة اللي هي جيوب الرواية الشعر أشياء. طب شو أنجزتوا دكتور كونك مدير عام للمنظمة العربية للترجمة خلال نصف قرن؟ خلال نصف قرن يلا احنا أمام أيضا يعني نصف قرن، أنا عندي 5 سنين. لا مش 5 سنين بس، لا أمام هذا الإنتاج اللي عم نحكي عنه خلال نصف قرن تعطل وتخلف و أنا يبدو لي شوف يبدو لي أنه الآن هناك هبة عربية لخلق مؤسسات للأسف الشديد مش لصالح اللغة العربية يعني لحل المسألة اللغوية ولكن للترجمة. وهذا ما يفسر أنه مثل ما ذكرتي أنت أنه أنا أربط ربطا شديدا بين الترجمة وحل المسألة اللغوية. يعني إذا لم نطور اللغة العربية وتكون هناك محاولات يعني جادة على المستوى العربي، لأنه ما تتحلش بقطر واحد أو بلد واحد لا يستطيعش يحلها، لازم لازم قرار كبير عربي أنه تطوير هذه اللغة وحماية اللغة العربية بغض النظر كيف يسموها الوحدة. فإنه إذا لم يتم هذا فمشروع الترجمة، هذا رأيي الشخصي وأنا مصر عليه، مشروع الترجمة نفسه على المدى البعيد لا ينجح. هذا أنا بصار في هذا، لأنك لا يمكن أن تترجمي بدون لغة، ترجمي في الهواء أنت أكيد، ماكش ترجمي من الإنجليزية للفرنسوية أو من الإنجليزية لليابانية، أنت ترجمي من لغة إلى لغة اسمها اللغة العربية أو من لغة إلى لغة اسمها اللغة العربية. إذا كان اللغة العربية هذه لا تتطور فأكيد أن ستكون هناك صعوبة متواصلة. ولذلك أنا دائما أعود الموضوع مش الاهتمام بالسياسة لا، ولكن لننبه الناس أنه لا بد أن يكون هناك وعي سياسي بالدرجة الأولى. لما نقول وعي سياسي بالمعنى أنه مش معنى ذلك أنه السياسيين كثير منهم واعيين بالمسألة اللغوية، مش هذا المقصود، أن يتحول هذا الوعي إلى قرارات إلى قرارات وإلى تترجم هذه مثل ما عاملين أنتم هون، معنى أنه يتحول إلى يعني فعلا مبادرات إلى مشروع إلى مشروع إلى مشروع جدي. طب دكتور كلامك يعني أن أصحاب النفوذ السياسي هم الذين سيحددون مصير اللغة العربية ممكن نقول؟ لا مش هم، هم يعني هم مش لغويين ولكن مش لغويين ولكن يحملون. لا أكيد بدون قرارهم، أنا أقول لك بدون قرار سياسي لا وفعل، لأنه هذوما المساكين المثقفين راهم مثقفين والكتاب والشعراء والكذا وجماعة هذه المؤسسات عندهم من 1909 أول مجمع علمي 1909 مش الآن يعني، ودائما يقولوا نفس الشيء، لكن واضح أنه لا حل، ليس لهم أي حل عملي دكتور ما أدري، فلا بد من قرار سياسي لصالح اللغة العربية كيف على مراحل وكذا. قضية ثانية بالمناسبة دكتورة، الدكتور ذكر في ورقة عن الترجمة عن هذه اللغة التي ستنقرض ربما يوما أن اللغة العربية هي لغة الاقتصاد العربي على المدى الطويل، ذكرت هذه المقولة
مسترعة انتباهي. هذه فكرة جديدة بمعنى أن هي ولا ستصبح لا بمعنى يعني أنه هي لغة إذا تسمح لي جزء نعم. تعودنا الخطاب السائد العربي القديم أنه لكي يبرر استعمال اللغة العربية وتطويرها يستعمل دماء الهوية والذاتية والأصالة والتاريخ وكذا نعم. اليوم هناك مبررات أخرى ذكر منها البعض تقرير التنمية الإنسانية. أولا اللغة هي متاع سيادة وطنية مش تحب تعمل سيادة وطنية أنت في بلادك وأنت لا لغة كرمز هي للسيادة الوطنية. والدليل على ذلك أن كل الرؤساء إلى حد الآن على الأقل يخاطبون شعوبهم باللغة العربية ما يخاطبوهمش بالإنجليزية أو بالفرنسي. أيضا أنه من وجهة نظر المجتمع المدني لا يمكن أن تبث أن تنشر مفاهيم دقيقة مثل المجتمع المدني الديمقراطية الليبرالية البرلمان كذا بدون ما يكون عندك لغة اللي هي لغة أوسع الناس فعندها جانب ديمقراطي أيضا اللغة يعني مش لغة تتفقين مع دكتور وزائد فقط وأنهم زائد أنه أيضا الدراسات الجديدة اليوم أثبتت أن استعمال اللغة الوطنية في البلد له مردود اقتصادي على المدى البعيد لأنه الوقت اللي تضيعيه أنت حتى لما تمشي لطبيب باش يفسر لك في عضو مش يقول لك الشريان يقول لك ما نش عارف آش ولا يقول لك العين ولا يقول لك بلغة أخرى وتقعد مش نفس الإيحاء فثم خسارة وقت حسبوه الناس بدأوا يحسبون هذا الجهد المبذول في اللغات الأخرى وما ينجر عنه أيضا اقتصاديا هذا بقطع نظر أنه إذا كان هناك لا يزال أمل لأن العرب يمكن يوم من الأيام أن يتكامل اقتصادهم وطبعا فكيفاش مش يكون ما بين الأردن وتونس ومنش عارف المغرب ونواق الشط بلغة أخرى معقول جرتنا دكتور إلى ثالثهم التعريب اللغة والترجمة والتعريب ربما ذكرت أيضا عن الازدواجية في الموقف الرسمي للبلدان اتجاه هذه اللغة يعني طبعا باستثناء حالات قليلة ذكرت يعني في سوريا والجزائر بالنسبة للغة العربية كيف تجدين هذا الموضوع دكتورة؟ ممكن توضح السؤال الازدواجية يعني إذا رجعنا إلى لأن نعم. سمحيني لأن أنا قلت أنه الموقف من اللغة العربية والتعريب خلال 50 سنة منذ حركات التحرر العرب دائما قائمة على فكرة نعم ولكن نعم ولكن نعم أنا مع التعريب ليس هناك خطاب رسمي ولكن. عربي نعم. ضد التعريب ما فيش واحد قال لا ما نعربوش ولكن دائما عندهم ولكن نظرا لضياع ما عندناش المصطلحات وما عندناش كذا وما كذا فبقي دائما القرار هو نعم ولكن هذا اللي واصبحت معلقه يعني وما زالت معلقه حتى الان يعني لا اظن اننا تمكنا من خلق خطاب جديد او سياسه جديده او برنامج جديد او حتى لغه جديده للتعامل مع المشكله الاشكاليه ما زالت موجوده والخطاب ما زال نفسه اعتقد انه في علاقه بين بقاء المشكله وبقاء الخطاب ذاته بس في قضية أشرت إليها قبل قليل وهي قضية أنه 50 سنة الماضية ماذا حققنا على الترجمة ماذا حققت لنا ربما الجانب إحدى الجوانب الإيجابية أنه تمكننا من النجاة في عالم متغير بشكل سريع يعني في أحيانا السيرفايفل أنه ما زلنا موجودين على القائمة العالمية حتى وإن لم يكن بنفس المستوى الحضاري العالمي ولكن في حضور في حضور لنا ما زلنا موجودين ما زالت اللغة العربية موجودة وما زال أي شيء عربي له معنى ربما قللنا أيضا من مستوى الهبوط اللي ممكن نتعرض له كشعوب فيما لو كانت حالة الترجمة على مستوى متدني التعريب والترجمة وهذه القضايا يعني لا أعرف عادة في ثقافات أخرى هناك قرار من أسفل إلى أعلى بأنه يجب رح أن نرجع إلى نفس الموضوع دكتورة مسامحة رح نرجع إلى نفس الموضوع والترجمة مع أهل المعرفة نتواصل
بالمناسبة دكتورة، هل هناك ترجمة لرواية تجخر الجسد؟ هناك يعني هناك مشروع ترجمة لهذا الكتاب، ولكنها ليست مترجمة بعد، ولكن الترجمة في الطريق الآن إن شاء الله. حابة ترجمينها للفرنسية ولا الإنجليزية بداية؟ ربما للإنجليزية لأنها القاعدة الأوسع بالنسبة للقراء في العالم. ولكن الترجمة يعني ليست قضية بالنسبة لي، هي قضية ربما للقارئ. أنا كتبت الرواية، ولكن لأنه هناك يعني أسئلة دائما أنه هل ترجمت أو هل ترجمت، خصوصا أولئك الذين لا يقرؤون العربية، فتكون فرصة لنشر ما هو منشور أصلا بالعربية. قرأت الرواية دكتور ولا ما قرأتها للحين؟ إيه قرأت. شو رأيك فيها؟ يلا الحين. هي تعرف رأيي فيها، أنه تعجبني كثير لأن فيها جرأة، ولكن مش الجرأة سامحيني، ثم جرأة مبتذلة. يعني المرأة لأنها امرأة وتحب تعبر مثلا عن أشياء مثلا عن حياتها وعن جسدها، وهذه غالبا ما يضربون على الوتر الآن في الإنتاج اللي أصبح يعني ممكن نقول عنه أدب إباحي بشكل رخيص أو مبتذل. أي معناها يعني نوع من الاستفزاز اللي ما عندوش معنى، يعني ما عندوش بعد إبداعي